الاول هحاول اوريكم حاجه دامو بسرعه كده لتكنولوجي بقالي 4 سنين شغال عليها في MIT في امريكا. اللي هتشوفوه ده التليفون بتاعي مختلف شويه عن التليفونات اللي معاكم. واللي هوريه لكم الشاشه بتاعت التليفون بتاعي والتليفون بتاعي بيعمل ايه بالظبط. شايفني التليفون ان انا واقف. بمشي. بعمل جامبينج جاكس. ضغط. لو نمت. ببساطة شديدة جدا بقالي دلوقتي فترة طويلة جدا شغال على التكنولوجي دي وهحكي لكم الحكاية اللي أنا عملته بالظبط. والبداية كانت من 10 سنين وقت ما بدأت الدراسات العليا بتاعتي. خرجت من الجامعة الأمريكية و سافرت على امريكا وبصراحه ما كنتش عارف عايز اشتغل في ايه ساعتها. كنت عارف ان انا عايز اشتغل في حاجه ليها علاقه بالناس. كان في مثال في حياتي اللي هو خالي جراح مخ واعصاب هنا في القاهره وكان ليه تاثير شديد جدا عليا. شايف معاملاته مع الناس، شايف طريقه تاثيره، تاثير شديد جدا على الناس. بيجيله الناس بمشاكل رهيبه بيحلها لهم. فحاجة جميلة جدا، كنت عايز اشتغل في حاجة ليها كده تأثير شديد على الناس. فوصلت في أمريكا وأنا عندي إيمان شديد إن التكنولوجي الجيدة هي التكنولوجي اللي بتهدف لمساعدة الناس بشكل عام. وتمكينهم من الوصول لأهدافهم بطريقة كويسة. بطريقة سهلة بطريقة أبسط. فعشان كده ابتديت أسأل سؤال بسيط جدا أول ما وصلت، الناس مهتمة بإيه؟ الناس إيه اللي بيهمها بالظبط؟ ولقيت ان الاجابه طلعت بريستا وبقيت اسال الناس فعلا، بقيت يعني الناس اللي حواليا الدكاتره اللي حواليا بقيت اسالهم انتوا ايه الاهتمامات؟ تفتكروا الناس بتهتم بايه؟ وطلعنا بريستا من ضمنها حاجات زي الفلوس، الناس بتهتم بالفلوس، الناس بتهتم بالعلاقات اللي بينها، الناس بتهتم، ناس كتير تقول لك تهتم بصحتها كمان. ولو بصيت على التكنولوجي الناجحه في خلال العقد اللي فات ال10 سنين اللي فاتت هتلاقي ان فعلا ساهمت بشكل كبير في اسهمت للمجالات دي. فعلى سبيل المثال الفلوس تلاقي في ريفولوشن على الانترنت، الاي كوميرس فساهمت في اثراء يعني ناس كتير حتى على الانترنت. من ناحيه العلاقات تلاقي الريفولوشن بتاعت فيسبوك وتويتر فساهمت التكنولوجي انها تقوي واعادت هيكله العلاقات بيننا. في ناس يعني على الفيسبوك بتاعي ما شفتهمش بقالي مثلا بتاع 12 سنه ولا 13 سنه من وقت كنت في الابتدائي. فالناس دي ابتدت بقى ايه، التكنولوجي غيرت حاجات كتير، لكن انا اهتمامي بسبب خالي برضو ان كان اهتمامي في الصحه، كنت مهتم جدا بالموضوع ده، كنت شايف ان تاثيرها جامد جدا على الناس. فابتديت اقول طيب هل ايه الحاجات المهمه؟ طيب انا المفترض ان انا عايز اشتغل في مجال التكنولوجي، اشوف حاجه مفيده اقدر اعملها بالتكنولوجي في مجال الصحه. ايه اللي اقدر اعمله؟ هل في طريقه اقدر ابني تكنولوجي معينه تعترض بعض الحاجات السلبيه اللي احنا بنعملها في حياتنا؟ بعض الحاجات السلبيه اللي بنعملها مثلا نوعيه الاكل اللي بناكله، نوعيه الانشطه البدنيه اللي احنا بنمارسها. فبدات ان انا طبعا انا مش خبير في المجال ده وما عنديش اي خبره في مجال الصحه. فبدات رحت ابتديت ازور السايتس بتاعه الانستيتوتس الكبيره في امريكا من ضمنها مثلا ان اي اتش الناشونال انستيتوت اوف هيلث المعهد القومي للصحه في امريكا، الان سي اي المعهد الصحي بتاع السرطانات. وابتديت ادور عليهم كلهم واشوف ايه كاتبين ايه، ايه المشاكل، ايه الامراض دي، ايه الامراض دي، ايه اسبابها. لقيت ان في عامل مشترك غايب عندنا الا وهو النشاط البدني. ومش هخش في الاسباب ليه،
لكن النشاط البدني الناس ما بتتحركش بمعنى صح، ما بقتش تتحرك. فعشان كده احنا كمان مفهومنا عن الانسان الصحيح غريب جدا بقى، ان احنا الانسان الصحيح اللي صحته كويسه ده الانسان اللي ما عندوش امراض. لكن الواقع ان المفهوم اكبر من كده بكتير. الانسان الصحيح الغير صحيح ممكن يكون ما بيتحركش، ما عندوش اي مرض، ما عندوش مرض وحش، بس يمكن يكون انسان ما بيتحركش مثلا. فالمهم حبيت اشوف طيب ايه تاثير، يعني ايه العلاقه بين عدم حركتنا كده، ايه ما يعني حدتها في مجتمعاتنا. فحبيت انا عارف انا الموضوع في امريكا انه مشكله كبيره وفي سمنه وأوبيسيتي في امريكا، لكن حبيت اشوف في مصر ايه الوضع بالظبط. لقيت دراسه واحده، احصائيه واحده من منتصف التسعينات، عملها دكتور مشهور اكيد سمعتوا عنه، دكتور احمد بدران. واحب اشارك بعض يعني الريزلتس من الاستدي بتاعته اللي عملها هنا. فالكولوم الثانيه دي سيدنتري بيهافير في مصر هنا. وقسم مصر لثلاث مناطق، المناطق الريفيه 52 ما بيتحركوش، 52% من المصريين ما بيتحركوش. المناطق المدنيه الدخل فيها منخفض 73% من الناس ما بتتحركش. المناطق المدنيه الدخل فيها مرتفع 89% من الناس ما بتتحركش. شيء يعني رهيب، ارقام رهيبه، دي ارقام مقارنه بالدول حتى في العالم انكلودنج امريكا، امريكا عاملين داوش عليها. دي ارقام ضخمه جدا. النتيجه ايه بقى؟ النتيجه كميه امراض رهيبه، سرطانات، سكر، امراض قلبيه. على سبيل المثال احنا دلوقتي في مصر في 4 مليون مريض بالسكر. في عام 2030 متوقع يبقوا 8 مليون. تصرف على مريض السكر حاليا $138 في مصر سنويا. في عام 2030 هتوصل المصاريف $700. تكلفه بشكل عام هتتخطى 7 مليار. فده بس مرض السكر. تتكلم بقى في الامراض الثانيه، فدي قصه يعني كبيره جدا. الحاجة المهمة اللي عايز أوصلها برضو إن المنظمات الصحة العالمية عملوا دراسات ولقوا إنك لو بتعمل moderate to vigorous exercise، يعني متوسط لفيجرس لمدة 7 ساعات في الأسبوع مقارنة ب 30 دقيقة في الأسبوع، تقلل نسبة الأمراض اللي أنا قلتها دي بنسبة 40%. فاضرب ده بقى في فلوس تكلفة على الاقتصاد، تكلفة مهولة جدا. طيب، فاحنا كنا عايزين نشتغل في الكلام ده، ازاي نقدر نبني تكنولوجي تساعد الناس انها تتحرك. طيب في شقين، الشق الاول انك لازم تعرف الناس بتعمل ايه، لازم تقيس الناس بتعمل ايه، والشق الثاني انك لازم تعمل الانترفنشن، انك تخش وتقول ايه طب انا هغيرهم ازاي، هحاول اغيرهم ازاي. فكنا محتاجين نعمل فلوس في الموضوع ده، فروحنا في MIT وقدمنا على منحة لأحد مؤسسات الـ NIH، إن إحنا عايزين نبني سيستم. السيستم ده هيقدر يماجر الفيزيكال أكتيفيتي، يعني هيقدر يقيس النشاط البدني للإنسان. ومش هيقيس بقى سعرات حرارية وبس كده، اللي مطلوب إنه يقيس نوعية الأنشطة اللي أنت بتعملها، طالع السلم، نازل من السلم، رايح هنا، رايح هناك، كل الحاجات دي بتأثر عليك. أنتوا قاعدين هنا النهاردة، ده هيكون ليه تأثير سلبي أو إيجابي على حياتكم. فنفس القصة هنا، احنا عايزين نجمع ديتا، نقدر نجمع ديتا على مدى سنوات طويلة. ادونا المنحة وبدأنا ايه؟ زي ما انا قلت ايه؟ بدأنا بان احنا ننظر للناس، فجمعنا مجموعة من الناس اللي هيلبسوا السيستم بتاعنا، الناس عادية، وقعدنا نفهم منهم طب عشان نبني لكم سيستم تلبسوه لمدة سنة، سنتين، عايزين ايه؟ ايه المواصفات؟ وقاعدين بقى نعمل معاهم ايه؟ بروتوتايب، تحطه فين؟ تلبسه في دماغك، على برميطة، في الجزمة، نحطه هنا، لحد ما طلعنا بمجموعة من المواصفات المعينة، وابتدينا بديزاين الهاردوير بتاعنا، بنينا طبعاً بروتوتايبس في الأول كبيرة، وبعد كده ابتدينا نصغرها حسب المواصفات بتاعتهم، وأنا السنسرز دي لابسها، أنا لابس واحد في إيدي وواحد في رجلي، بقى شكلها عامل زي كده. حاجة مميزة جداً فيها إنها مقارنة ببرودكتس كتيرة في السوق دلوقتي، اللي على اليمين ده واحد في السوق. والتاني اللي على الشمال، الباند اللي على الشمال دي السنسر اللي احنا عملناه، رفيعه جدا ومريحه جدا انك تلبسها مقارنه بالحاجات الموجوده بره. فالمهم طبعا الكلام ده كويس جدا، لكن لو انا رحت للـ NIH ولا حد في امريكا قلت له
استخدم السيستم ده، استخدمه في دراساتك، استخدمه في حدش هيسمع كلامي، لان يعني انا مين في المجال الصحي ده؟ ولا حد. فحبينا ان احنا نحاول يعني زي ما تقول نسوق للسيستم ده. فروحنا عايزين خبير، قلنا عايزين خبير في امريكا جامد يقدر يجرب السيستم ده ويجي يعمل معانا بمعنى اصح بحث ويقول ان السيستم ده سيستم يستحق الاستخدام. فعملت ايه؟ رحنا على ويكيبيديا ودورنا مين الاخصائيين في فيزيكال اكتيفيتي، ولقينا واحد اسمه ويليام هاسكل في ستانفورد في امريكا. ف رحنا وكلمناه، وويليام هاسكل كمان كان يعني مشهور بيوند ويكيبيديا، كان من ساعتها كان الرئيس الامريكي كان بوش، كان احد المستشارين ليه، وكان رئيس اللجنه الخاصه بايه بالتوصيات للامريكان قد ايه يقضوا كل اسبوع يعملوا تدريبات. فراجل يعني مشهور جدا. فقلنا احنا لو جبنا الراجل ده يشتغل معانا وقال ان الكلام ده تمام فيعني هيبقى حاجه جميله جدا. فجبناه كلمنا معاه وهو اقتنع، والناس دي يعني حاجه جميله صراحه، يعني الناس دي تقدر تكلمه وتتصل بالمكتب بتاعهم ومجرد انك تقنعه بس. وابتدينا عمل كميه تاسك كبيره جدا، سيشنز بقى ايه اخذت سنه ونص سنتين. وهو ده هو الشخص ده اللي بتصور اكشلي هنا، ولابس ماسك بقى وسيستم على ظهره يقيس فوليوم الاكسجين اللي انت بتتنفسه وكل الكلام ده. وعملنا ايه فيريفيكيشن ان السيستم ده هيشتغل اكيوريتي في اكتيفيتي تايب ديتكشن. الاكتيفيتي تايب يعرف نوعيه الانشطه البدنيه. عملنا 52 اكتيفيتي مختلفه في حياتك وبنسبه 80%، ما اشتغلش بيرفكت. اللي انت شفتوه دلوقتي ده يعني انا بعمله في الدم، بس على 52 اكتيفيتي 80%. عملنا طريقه جديده لقياس السعرات الحراريه اللي انت بتحرقها من غير ما تحتاج الهارت ريت، من غير ما تحتاج اي قياس من القلب، وطلعنا بطريقه دقه 15% من الحاجات اللي موجوده في الماركت وفي باتنت عليها. المهم النقطه المهمه ان بعد ما خلصنا اهم حاجه من الكلام ده ما كانش ان احنا عملنا حاجه كويسه ولا كده، ان احنا ناخد شهاده الراجل ده وان احنا يعني نحاول نستخدمها مع باحثين اخرين. ويعني هوريكم حته من ايميل بعته، ايميل خاص بعته لينا ليا وللجروب، ثلاثه على الجروب مختلفين اشخاص مختلفين، وكتب ده في الايميل بتاعه: Have to say I have been waiting for more than 30 years to see such data. ودي كانت شهاده كبيره جدا، لان لما جت منه ابتدينا لقينا ان الموضوع اتفتح قصادنا، بقى الناس بقى ايه عايزين ياخدوا السيستم ويجربوه. طيب ما ظهرناش بس حاجه مهمه جدا، طب ايه فائده الكلام ده؟ هل الكلام ده تعرف الاكتيفيتي وكل الكلام ده؟ يعني هل الكلام ده هيفيد؟ فعملنا بناء وشغالين دلوقتي بنعمل اكسبيرمنتس كتيره، بس من ضمن الاكسبيرمنتس الاولانيه اللي عملناها رحنا في حته في جنوب كاليفورنيا في مدارس على الهايبر، مدارس كتيره كانوا عاملين دراسه على ايه الطلبه بيلعبوا رياضه ازاي وبيقيسوا الرياضه بتاعتهم. ففي مدارس على الهاي واي وفي مدارس بعيد عن الهاي واي، ولقوا ان في فرق، لان الهاي واي بيبقى زحمه زي هنا واكثر. لقوا ان في فرق لان طلبه الحوش بتاعهم بيتعرض لادخنه كتير من العربيات، فالبرفورمنس بتاعهم او الاداء بتاعهم مش زي الطلبه المدارس بعيد عن الهاي واي. لكن الاغرب ان لقوا فرق اذا كان المبنى، خد بقى المدارس اللي على الهاي واي لوحدها، اذا كان المبنى عامل حاجز بين الهاي واي والحوش بتاع المدرسه، لو في فرق بسيط زي كده في فرق كبير في النشاط البدني بتاعهم. فالريزالت صغيره جدا بس مش هتقدر تجيبها الا اذا عندك اجهزه دقيقه وقادره تحسب الناس بتتحرك قد ايه وبتعمل ايه. طب الايفكت بتاعتها الكلام ده، الايفكت بتاعت البوليسي، انك ممكن تيجي انت دلوقتي تقول مثلا لو اثبتنا ان الكلام ده فعلا، هتلاقي ان بوليسي تشريع طلع قانون انك ولا لما تبني مدارس تبنيها في مناطق معينه تعمل حاجه مختلفه فيها. حاجه الاكبر، فكر بقى في حاجات اكبر من كده. كلكم استخدمتوا جوجل مابس، تخيل انت لو تقيس البوبيوليشن 10,000 شخص في القاهره مثلا ولا في مناطق مختلفه من القاهره، وتبتدي تشوف الناس دي بتتحرك ازاي، ايه اللي بيخلي ناس في منطقه معينه تتحرك ويخلي ناس ثانيه في مناطق ثانيه ما تتحركش،
ايه تاثيرها على الجريمه، ايه تاثيرها على ايه تاثير وجود حدائق في مناطق معينه وعدم وجودها في مناطق اخرى. فتفتح الابواب لمجموعه من البحوث ممكن تكون يعني ليها ريزلتس كبيره جدا. المهم فخلاصه الموضوع يعني ان ايه، ان احنا دلوقتي في مفترق طرق، والرياضه حاجه كويسه جدا طبعا، بس لازم يبقى في نشاط بدني، ولازم احنا زي ما تقولوا ايه نحف اولادنا على انهم يعملوا النشاط البدني. لو انت صاحب شركه لازم تبقى بوليسي في الشركه انك انت الناس اللي بتشتغل عندك لازم تشترك في بعض الانشطه. ليه؟ لان تاثيرها على الاقتصاد هيبقى رهيب جدا في خلال ال 30 سنه الجايه. يا اما هتسيبوا اولادك بمشاكل مش هيقدروا يحلوها، يا اما هتتصرفوا انتوا دلوقتي محدش هيحل المشاكل دي غير انتوا بصراحه، يا اما انتوا هتقرروا انكم تتغيروا وتغيروا اولادكم، يا اما المشاكل هتزيد وهتكبر وهيبقى ليها تاثير سلبي جدا على الاقتصاد. و دي اخر التوك، شكرا جزيلا.